تعتبر شركة دايت كير من أوائل الشركات في الكويت اللي التزمت في مساعدة الأفراد على التحكم بوزنهم وتحسين صحتهم وأسلوب حياتهم. لذلك أصبحت دايت كير من الشركات القيادية في تقديم وجبات غذائية صحية وبرامج متكاملة في هذا المجال. بالتأكيد دانا، وتخدم يعني دايت كير آلاف العملاء يوميا عبر هذا البرنامج والبرامج الغذائية والمنتجات الطازجة الجاهزة للأكل اللي تحضرها كل يوم وتوفرها عبر 70 نقطة بيع في جميع أنحاء دولة الكويت. اليوم ضيفتنا راشد في الاستديو الأستاذة سارة دمشقية، مدير عام العمليات في شركة دايت كير، راح تكلمنا عن آخر العروض والخدمات اللي تقدمها الشركة. كذلك راح يكون معنا شيف من دايت كير، راح يقدم لنا أكل صحي وطازج. حياك الله معنا. Thank you. الله يحييك، شكرا. أهلا وسهلا أستاذة سارة، حياك الله معنا وقواكم الله. دايت كير يعني غنية عن التعريف الأمانة، ما أعتقد أنه ما في بيت بالكويت ما تعامل مع هذه الشركة العريقة والمميزة والمتطورة دائما. فاللي حاب يتعرف علينا لأول مرة وجديد أيضا هذه الأمور، ما من هم دايت كير؟ يعني إذا حاب تقدمين بطاقة تعريفية خاصة فيه. نعم، دايت كير تأسست عام 2005، يعني تقريبا صلنا أكثر من 12 سنة بهالمجال. ومثل ما قلتوا حضرتكم، كانت من أوائل الشركات بالكويت اللي تأسست لخدمة الأفراد ليعيشوا حياة صحية من خلال البرامج الغذائية اللي منقدمها لكل شخص حسب متطلبات جسمه، وكمان من خلال نقط البيع، الثلاجات، البوتيكات اللي موجودة بأكثر، يعني تقريبا بكافة مناطق الكويت. كمان شركة دايت كير هي الشركة الوحيدة، شركة التغذية الوحيدة يلي موجودة بالمستشفيات لكل مريض الان بيشنتس أو المرضى يلي بقلب المستشفى، منهتم بتوفير الوجبات الصحية لهم. كمان هلأ أضفنا غير الوجبات الصحية، في عنا كمان خدمة التدريب الشخصي، فصار لأنه نحن بننظر للحياة الصحية بهوليستيك أبروتش أو بنظرة متكاملة. تدربونا على شلون أنا أسوي أكل بنفسي أكل صحي؟ لا، اشترك معاكم فينا في هيدول بيكون من خلال خدمة المجتمع. عنا أشياء مثل أنشطة توعوية من خلال محاضرات، أو يلي بنعمله مثل عملنا من سنتين جت هيلثي، وأشياء للمجتمع. نعم، أنتم معروفين كشركة قيادية، دائما ما تدشون في جانب أن الشخص يدش مع دايت كير علشان ينزل من وزنه. وللأمانة أبو تركي، أنا كانت لي تجربة خاصة معهم وفعلا حققت الهدف اللي أنا أبيه من خلال اشتراك، لكن كلمينا عن هذا الجانب أكثر. هلأ بالنسبة للوزن، مثل ما قلتي حضرتك، في أغلبية الناس لما بنفكر بالوزن بنفكر بنزول الوزن. صحيح. بس هو في كذا أشياء للوزن. في ناس بتحب تنزل وزنها، في ناس بفضلوا يحافظوا على وزنهم، وفي ناس كمان بفضلوا يزيدوا وزنهم. أيه. وناس كمان ما بيهمهم الوزن كوزن قد ما بيهمهم نسبة العضل ونسبة الدهون بالجسم. فمشان هيك نحن خصصنا لكل شخص حسب متطلباته نظام اشتراك خاص فيه وبيلي بيحبه. فيلي بدهم ينزل وزنهم في نظام اسمه سليم داون أو لنزول الوزن، يلي بده يزيد وزنهم كمان فيه، ويلي بده يزبط نسبة الدهون أو العضل موجود. ومع هيدول الاشتراكات هلأ عاملين مثل باكيجز، مع هالاشتراك بيجي معه حصص للتدريب الرياضي الشخصي، يعني في عنا هلأ خدمة الرياضة كمان. فمع الاشتراك إذا حدا بده يشترك معنا بيطلع كمان حصص للتدريب الشخصي. والله ما شاء الله عليكم، يعني الواحد يشترك معاكم لا يحتاج لا نادي صحي ولا شيء. نعم. الغذاء موجود والتدريب. نعم. موجود والرقابة الذاتية موجودة والنصائح كل شيء موجود. نعم. أيضا بسأل سؤال في هذا الموضوع، اليوم الشركات كثيرة أستاذة سارة. نعم. في هذا الجانب اللي تعمل الأغذية وتنظم السعرات الحرارية وغيره، وفي تنافس. نعم. بينكم، لكن دايت كير ما شاء الله هي من أوائل الشركات من 2005. اليوم في هذا التحدي، شو اللي يميزكم عن غيركم؟ أنا كمشاهد الآن متابع أبي أشترك معاكم. نعم. شنو عندكم يميزكم عن غيركم؟ شو اللي بيميزنا؟ السؤال شو اللي ما بيميزنا؟ والله كل شيء مميز فيكم بالضبط. أول شيء اللي بيميز مثل ما قلت حضرتك كنت عم تقول إنه الاستشارات. فريق دايت كير من الأخصائيين التغذية ما شاء الله، يعني عندنا فريق معتمدين دوليا، وما شاء الله كل أخصائيين التغذية يعني عن جد معلوماتهم وفايدتهم للناس كتير كبيرة. تاني شيء بالوجبات اللي احنا عنا بالمطبخ، عنا قسم خاص هو research and development، يعني منشوف شو الناس بتحب وشو كيف نشتغل على كل وصفة لحتى تكون أول شيء طيبة،
تاني شيء يعني لذيذ بالطعم، ناس تحب ما تحس حالها محرومة. أكلكم لذيذ الصراحة وطيب وجميل يعني. نعم، وبيكون كمان غير أنه طيب، يعني الناس أول ما بتشترك معنا بتستغرب أنه كيف هيدا أكل صحي أو أكل رجيم، لأنه عن جد لذيذ. بس نحن بنكون بقسم البرودكشن دارسين السعرات الحرارية، دارسين نسبة الدهون ونسبة كل شيء، السكر يلي موجود، لحتى تكون وجبة صحية بس ناس ما تحس حالها أنها محرومة أو أنها عم تعمل رجيم. صح، احنا الحين بندش في موضوع جدا مهم واتوقع هذا اللي جايين نتكلم فيه اساسا في حلقتنا لليوم. دائما مثل ما قال ابو تركي راشد ومثل ما انت قلتي حضرتك، تحرصون ان الاكل يكون صحي لكن بنفس الوقت لذيذ. لا، دائما ما احنا ماخذين فكره ان الاكل الصحي يكون ناشف، ما في دهون، ما في طعم، حتى ملح ما في. ما صحي والله، صحيح. عذاب نفسي. صحيح. ما شاء الله عندهم تاكلين ما تشبعين. انت شام الريحه؟ هذا كافي. انا ماسك عمري شوي. فسارة، نبي نعرف الحين المنيو الجديد لسنة 2017 شنو راح يحتوي؟ هلا المنيو مثل ما قلتي اهم شيء انه نحن ما بنفضل لما الواحد يكون عم يعمل رجيم، لانه في ناس اشخاص يعني رجيمهم حيطول ما حيقعدوا شهر وشهرين، فبيهمنا انه ما يحسوا حالهم محرومين. بالمنيو الجديد زودنا اشياء يعني هلا بالكويت حابينها الناس او بيطلبوها الناس، مثل مثلا السوشي. مين كان يتخيل انه مثلا عم رجيم وعم يقدر ياكل سوشي؟ ففوتنا السوشي، فوتنا السالمون، لانه مثلا غير انه قيمته الغذائيه كثير عاليه للسالمون وفيه دهون الاوميجا 3 اللي كثير مفيده، كمان في كتير ناس ما بيحبوا السمك بس بيحبوا السالمون. كمان الشيف عم يحضر مثلا برجر سلايدرز، يعني دائما احنا بنفكر بالبرجر او سبيشلي السلايدرز انه كلهم دهون وكلهم مش صحي ابدا، فعملنا البرجر سلايدرز. وكمان هلا الناس كلها بتحب مثلا اشياء مثل الكينوا، الاشياء الباستاز، الستيكس، كلها فوتناها بالمنيو الجديد. والحلو بعد تفضلي. السويت يعني دائما نحن كمان بنفكر انه اذا ما حنحط سكر يعني الحلو حيطلع ما طيب او ناشف او مثل ما قلت يعني ما له طعمه. بس اشتغلنا على الحلو مزبوط. هلا نحن جايبين الشيف جايب التيك ديزرت، هيدا مثل التريد مارك او العلامه المميزه لدايت كير. ومع كل منيو بنزود نكهات التيك ديزرت يعني لحتى الناس قد ما بتطلبوا. ففي تشوكلت تيك، في تيك على القهوة، وكمان هلأ يلي جايبه الشاف تيك مع الفستق مع البستاشيو. جميل. ما خلو شيء، ما خلو شيء، كل شيء بخاطرك حطه. كل شيء موجود عشان ما يصير في عندك عذر وتقول ما أقدر أسوي رجيم. أنا السؤال مو عن رجيم، الناس ينزل وزنها مع الأكل هذا؟ أكيد 100%. هلأ الحمد لله دايت كير عنده من ما شاء الله من 2005 عنده سجل حافل بالسكسس ستوريز يلي بنسميهم، أو قصص النجاح يلي بالشخص كان شيء وصار شيء كومبليتلي ديفرنت. نتائج مرضيه للعميل خلينا نقول. ايه اذا التزم. هلا مش انه واحد والله بس بالاسم مشترك بس كل يوم بيروح بيفطر بمحل وبتغدى بمحل. اذا التزم، وانا بقول عن مزح سمع كلمه الاخصائيه التغذيه اكيد حيستفيد مزبوط اكيد. نبي نشاهد منكم مع المشاهدين الكرام اذا اخواننا المخرجين يعطون المخرج الاستاذ علي يعطينا الصوره للاكل حتى تعلق عليها استاذه ساره. بعض الأطباق اللي موجودة معانا يمكن هذا الخاص بالمنيو داني 2017. نعم. بالضبط اللي ذكرتيهم. وين مخرجنا؟ احنا من البيت. تبون اروح هناك انا اجيب الاطباق؟ والله ودي انا الصراحه. انت من مساء وانت متهدد. انا عشان المشاهد يستفيد. خلاص. ودوء كمان عشان المشاهد يستفيد كمان. ها مخرجنا نروح وندوء. ها؟ والمخرج لازم يقول لنا استاذ علي اسمح لنا نروح ولا؟ ممكن يلا خلنا ما اسمع انا خلي الحكي على ما تروح وتجي خلني انا اسولف وياك. اي سولف انت شوي خلونا انا شوي مشغول مع الاكل. ساره، شركه دايت كير خذت لقب سوبر براند في الكويت، شنو يعني لكم هذا الشيء؟ سوبر براند هو لقب اكشلي مميز لنا، لانه لقب ما بتقدمي له ولا بتعملي شيء، هو اللقب من المجتمع من خلال تصويت الناس، يعني بيشوفوا البراندنج شو هو كيف البراند، وبيصير بيعملوا مثل احصائيه على الاشخاص، ويلي بياخذ اعلى نسبه بياخذ السوبر براند. فهو من يعني من الالقاب يلي نحن بنحبها وبنفضلها لانه ما خصنا فيها، يعني مثل الناس عم تتشكرنا لجهودنا وعطتنا هيدا اللقب. طيب تعطوني فرصه اعلق وياكم؟ يلا. تعشيتي؟
انا والله ما تعي الشيطان، انا الحين محتره. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تلحقين على اللي موجود هنا ان شاء الله. انا حاطين الاكل، شوف انا حاطين الاكل بس مو حاطين كفاش، انا اطلق القفشه بس وراح ابلش بالحلو على طول وبلش بسويت. وين وصلت ولا لا؟ انزين احنا عندنا هنا مثلا هذا الطبق، يمكن اذا تشاهدونه معانا هذا الطبق بالضبط وينه، هذا هذا شوفينه معنا استاذة سارة اذا ممكن تعلقين عليه. هذا شنو بالضبط؟ هذا طبق من اطباق الفطور عبارة عن اج بنديكت، هو عبارة عن بيض مسلوق معه مافن وفيه شوية جبنة. كمان طبق جديد فوتناه على المنيو، ويعني بذكرنا شوي بلندن وبالاوروبا، الفطور الاوروبي شوي. يا جماعة على طول اعطوني القفشة الله يخليكم، انا ماني قادر. طيب وهذا الطبق استاذة سارة؟ هيدا عبارة عن الفيلو دو، فيها خضرة، عبارة هيدا فيجيتيريان ديش. كمان بيصلح يكون فطور وبيصلح يكون عشاء للفيجيتيريان، للأشخاص الفيجيتيريان. فيه نعم. خضرة وفيه سان درايد توميتوز. نعم هذا حق الناس اللي يحبون الخضار النباتيين. عدل؟ نعم للنباتيين. زين وين الناس اللي تحب اللحم؟ خلينا نشوف موجود. هيدا الباستا. نحن دايت كير مشهور بالباستاز، يعني كل اطباق الباستاز عنا الناس كثير بتحبها. فهيدي اللينجويني باستا مع تشيكن ميت بولز، هيدا على الدجاج. دانا اعتقد ما تقدر تحمل الباستا دانا. من الحين انا حجزتها ترى. الباستا خلاص هذا الباستا حق داني، وهذا ودوه حق داني عليه بالعافيه. شوف انا راح اجرب السويت وراح اقول رايي بكل صراحه. اوكي. جاهزين ايه. يعني؟ يلا. تفضل. يلا. انا ما اكل نصها وترجع لكم مره ثانيه. في بيسز كمان غير التك، في تشوكلت بيسز دول. وين تشوكلت؟ في تشوكليت. ها تشوكليت؟ ايه تشوكليت مع ساسمي. هذا سويت هذا؟ ايه والله على بالي برجر. طيب هذا يلا عليك بالعافيه. إيه؟ جربهم علشان ناخذ رايك بعدها. يلا راشد. اوكي انا ما تسالون. كلمينا عن الخطط المستقبليه اللي مذهبينها ان شاء الله في الايام الجايه. ان شاء الله نحن اهم خطه مثل ما كنتوا عم تحكوا انه بهمنا الشركه تضل بتطور مستمر، يعني مثل ما دائما شو بيتطلب المجتمع، شو بيقولوا كلاينتس او زبايننا، شو بيحبوا، دائما بهمنا كل شيء بنغطي كل احتياجاتهم. ايه؟ فاول شيء يعني بهمنا انه نضلنا عم نقدم الوجبات الجديده، كمان الاستشارات يلي دائما اب تو ديت او لاخر يوم، شو عنا شو في نازل بعلم التغذيه وعلوم التغذيه دغري نقدمها لعملائنا. هلا عن جديد غير خدمه التدريب الرياضي يلي قدمناها، في خدمه كولمي يلي هي مثلا الناس ما قدرانه تجي لعنا، مشغوله او كل اليوم بالمكتب ما بتلحق تجي. صحيح. فيها تجدد اشتراكها وتشترك وتاخذ الاستشاره هي وقاعده ببيتها او بمكتبها عبر التليفون بلا ما تجي لعنا. كمان هلا في اختيارات جديده زودناها، لانه في عنا بروجرام الاليت يلي مثلا في ناس بيهتموا كثير بطعم الاكل لدرجه انه بدهم مثلا الدجاج والدواجن واللحوم تكون محليه فريش طازه كل يوم. صح. فهيدا اختيارات الاليت كمان وفرناها. وايد حلو. وفي سيرفيس جديده او كونسبت جديد عملناه هلا موجود بالجهره وموجود بشرق، عباره عن مثل مطعم صغير او كافيه. ايه؟ بتجي فيكي تتناولي الوجبات، واذا كمان حبيتي مثلا تستشيري الاخصائيه بنفس الوقت موجوده الاخصائيه. ممتاز. ممتاز. يعني انتم وفرتوا كل سبل الراحه للي يبي يشترك وياكم. يعني ماكو عذر حق اي شخص انه هو ممكن يغير حياته تكون صحيه اكثر. وانا اشوف راشد هني ويا بالحلويه، يعني يبقى فشه ثانيه تعزمني عليها؟ ما في. ليش؟ تصدقين انا الكنترول شو يقول راشد اخذ الحلو معك، اصلا انا ماخذه ما راح اخليه اصلا هناك. انتم متاكدين هذا ما في دايت؟ دايت اكيد دايت 100%. ايه والله يا جماعه يعني كلمه حق تقال للامانه، يعني قاعد اكل هذا واللي شفتوه على الهواء واللي كليته بالنسبه حق السويت، واللي يعرفوني يدرون اني انا احب هالسوالف هذه حيل، فعلا درجه عاليه جدا من الذوق الرفيع ومن الجوده ومن المكونات اللي موجوده، يعني شيء جدا راقي وشيء جدا جميل الامانه وشيء مميز. اطبخ الباستا. انا ناطره الحين. انا راح اروح. شكرا لك سارة على وجودك معنا وعلى هذه العروض الجميلة اللي قدمتيها. كلمة أخيرة حابة توجهينا؟ شكرا لكم على استضافتكم، وإن شاء الله دايما بنكون عند حسن ظن الناس بمساعدتهم لحتى نقلل نسبة السمنة بالكويت، نبطل متصدرين كل اللوائح العالمية بالسمنة. نعم. نقدر نقلل نسبة السمنة إن شاء الله. أنا بشترك بس بالسويت. إيه أهلا وسهلا.
شكرا استاذه ساره. بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، وشكرا على هذا التميز وعلى هذا التطور وعلى هذا التجدد. شكرا. وايضا متابعه الذوق العام للناس. صحيح. وتواكبون هذا الامر، فشكرا جزيلا على هذا الجهد اللي قاعد تبذلونه. وايضا اسعارهم تنافسيه الامانه في ظل هذا التطوير، ما زال نفس الاسعار اعتقد. الاسعار ما غيرنا اياها، وهلا اصلا عاملين عروض بالنسبه للمنيو الجديد لحتى كمان الناس تتشجع، عاملين عروض على كل الاشتراكات الكامله، عاملين عروض عليها. فيلي بده يبلش ياخذ القرار هلا ودغري يجي. يلا احنا نبلش معاكم ان شاء الله. احنا بتجمع، احنا راح يعطونا مجانا، احنا نسويلهم. اهلا فيك، اهلا، عزم نفسه على طول. على طول عزم نفسه. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، بارك الله فيهم، ويستحقون الامانه كل مبلغ يدفع في هذا المجال وفي هذه الشركه دايت كير، هي عالميه ومميزه. وشكرا على تواجدهم معنا اليوم في هذا اللقاء وفي برنامج مسائي، مستمرين معاكم إن شاء الله ولكن بعد الفاصل.